دايما لما بنمشي في حياتنا بما يرضي الله، ربنا بالبسيط كده بيعطرنا في الخير، بيعطرنا في ولاد الحلال. ولو لا شاء الله بقى وربنا عشاء ان احنا نتعطر في ناس مش شبهنا او يبقوا قاسيين معانا، بيبقى في الوقت ده امر صعب جدا. تبقى دي حكمة من ربنا هو العالم بيها، زي قصة سيدنا الخضر كده. نورني ومشرفني مولانا الشيخ عبد الحميد، اهلا وسهلا بيك. مرحبا استاذه. في البداية نهدي التعازي للشيخ ابراهيم الدسوقي في اخوه الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. الحمد لله الذي انشأ بحكمته اصناف المبتدعات والمخلوقات والموجودات، بل قدر جميع الاشياء من ماض ومن ات، بل غفر بالمتاب سائر الذنوب وسائر الخطايات. ولذلك قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. بداية كما تفضلتي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الإخوة والأخوات في مؤسسة فاعل خير، نحن بنقدم التعازي إلى سيدنا وأخونا الشيخ إبراهيم الدسوقي في وفاة شقيقه. بنوجه له رسالة من هذا المنبر، بنقول: والذي لا إله غيره يا شيخ إبراهيم، ما أحزنك أحزننا، وما آلمك آلمنا، وما أبكاك أبكانا. دائما وأبدا نسأله سبحانه جل وعلا أن يجعله من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارحمه يا رب إذا ما درس قبره ونسي اسمه وانقطع من هذه الدنيا أمله وذكره. ارحمه يا رب إذا لم يذكره ذاكر، ارحمه إذا لم يزره زائر، ارحمه إذا ما وراه التراب وفارق الأهلون وفارق الأحباب. ارحمه دائما وأبدا في حضور دار البلاء وطول القامة بين أطباق التراب. اجعله هو وموتانا وموتى جميع المسلمين ممن بشروا عند الموت بروح وريحان ورب راض عليه غير غضبان. اللهم أمين يا رب العالمين. لو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. تفضل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل نعم الله على البشرية إن جعل مواسم الخير لا تنتهي إلى يوم القيامة. مواسم الخير بالنسبة للإنسان المسلم لا تنتهي لا بزمان ولا تنتهي بمكان. الله تبارك وتعالى أكثر للإنسان مواسم الخير وأكثر للإنسان مواسم الطاعات. ولذلك كان أكثر ما يحزنه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرى إنسان مهموم، لأنه ما جاء صلى الله عليه وآله وسلم إلا جابرا لخواطر العباد. ما جاء صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم أرسل الرسل، اللهم أنزل الكتب، إلا من أجل جبر خواطر العباد. ولذلك لما جاءه صلى الله عليه وآله وسلم شاب جه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقير شاب مسكين، لما جلس أمام حضرة النبي وهو يبكي وكادت الدموع أن تنزرف من عينيه، حزن صلى الله عليه وآله وسلم. الشاب فضل يحكي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويشكو لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: يا رسول الله، أنا كنت أقوم بعمل حائط حول بستاني، اعترض طريق البناء نخلة في طريق البناء، النخلة هذه هي لجاري، طلبت من جاري أن يتركها لي كي يستقيم أمر السور فرفض، فطلبت منه أن يبيعها لي فرفض. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجار، وفعلا جاء على جناح السرعة لأن الذي يريده رسول الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بيسمع من طرف واحد أبدا، ولذلك نزلت الآيات: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. هذه قضية الناس، إن إحنا بنسمع من طرف واحد. ولذلك لما جه لسيدنا داود وقال له إن هذا أخي له 99، قال: لقد ظلمك، دون أن يسمع إلى الأخ، وهو نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، نبي وولده نبي، سيدنا داود ابن سيدنا سليمان. ولذلك ربنا أنزل عليه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. طب أنت سمعت للتاني؟ لا. ولذلك أول ما ورد في الصحف: ابن آدم إذا جاءك أحد المتخاصمين وقد فقئت عينه، شيل عينه على إيده، إياك أن تقضي له بالحق. قالوا: لما؟ قال: حتى يأتيك خصمه فلعله قد انفقأت عيناه. لما تحكم للأول بالحق والتاني يجي لك شايل له عينيه الاثنين على قد ايه، تبقى تعمل ايه؟ طب يا سيدي، يعني أب قاعد واثنين ولاده اختلفوا،
او اب قاعد وراجل ومراته اختلفوا قدامه وعيل من عياله ما يسمعش لطرف واحد، ما يسمعش لطرف واحد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث الى الجار وقص عليه ما قال الشاب. المشكلة ان الجار صدق على كلام الشاب وعلى كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي مهموم على 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 هم هذا الانسان الشاب، على هم الفقير، مهموم على 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 هذا الانسان المكروب. قال له طب سيب له النخلة، اترك له النخلة حتى يستقيم امر رسول. الراجل رفض. قال له طب بيع له هذه النخلة، انت تاخد ثمنها ولك نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام. رفض الراجل. الصحابة جالسين امام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا ابو الدحداح، دي القضية، قضية الإنسان إنك تستغل الظروف، تستغل الأوقات. لما الخير يجي لك لحدك استغل، استغل الخير بأي ثمن، لأن الدنيا راحلة بما فيها ومن فيها، شاء من شاء وأبى من أب. فسيدنا أبو الدحداح قاعد، قال له يا رسول الله أرأيت تأل المخاض إن اشتريت تلك النخلة وتركتها للشاب ألي نخلة في الجنة؟ قال نعم. قال فلان أيها الرجل أتعرف بستاني؟ قال نعم. قال له من أنا؟ قال له أنت أبو الدحداح. من في المدينة لا يعرف بستان أبو الدحداح؟ صاحب 600 نخلة، صاحب القصر المنيف، صاحب السور العالي، صاحب البئر العذب، من؟ بل كل تجار المدينة لا يطمعون في تمر إلا في تمر هذا البستان، وذلك لحلاوته وشدة جودته. طيب عايز أتكلم على حاجات كتير قوي. هو كلمة الحظ، يعني تيجي أم وأب كده قاعدين يقولوا إيه ابني ده ملوش حظ، بنتي دي ملهاش حظ، إيه رزقه قليل، ده التاني رزقه واسع. كلمة دي بتيجي من إيه؟ استنى يا مولانا نطلع نشوف تقريرنا الأول ونرجع لكم. هي تنفعنا بنمنا منا والله. اي والله بنفعنا. شكرا فاخي. احسن لهم يا رب في قبورهم، اللهم اجعلهم في جنات الفردوس الاعلى يا رب العالمين. تبقى من اللحظات الحلوه جدا. دايما الخير في غيره. دايما لما بتشوف حاجة حلوة زي اللي ظهرت دي تحس بالغيرة، تحس انت عايز تعمل، عايز تشارك. ده معناه اللي جواك خير،
ان انت لسه بخير، ان لسه ربنا سبحانه وتعالى عايز منك. ربنا بيعز ما بيعزناش اصلا، بس كون انه يستخدمك يبقى لسه انت موجود وبخير، مش ربنا مش عايزنا اصلا. وفي الحقيقه دي ابار، هذا هو الخير. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دي المنافسة الحقيقية التي ينبغي على كل إنسان أن ينافس فيها وأن يتنافس فيها. إيه اللي بيخلي واحد يعمل واحد تاني ما يعملش؟ هو ربنا ربط الصدقة في القرآن الكريم، إحنا كنا نقرأ أن الصدقة تدفع 70 باب من أبواب البلاء، وفي حديث تاني ترفع 70 نوع من أنواع البلاء. كنا بنحسب أن الرفع هو الدفع. لحد ما علماء الحديث قالوا لا، ده الصدقة بتدفع، كأن الصدقة بتقف حائل بينها وبين البلاء. طب الصدقة أصابها أي نوع من أنواع الضعف؟ ربما تكون قليلة، طب ربما تكون فيها بعض الحاجات اللي ربنا مش عايزها، فيها شبه عدم إخلاص. فالصدقة يجي البلاء. طب إذا جه البلاء بعد ما قد الصدقة بتدفع، تبتدي الصدقة ما تسيبش البلاء أبدا، فالصدقة ترفع البلاء. فالعلماء قال ده الصدقة تدفع أولا عن صاحبها 70 نوع من أنواع البلاء. طب البلاء دخل جه للإنسان، قالوا الصدقة لا تتركه أبدا. فالشيء الوحيد اللي ربنا ربطه بيوم القيامة، ولذلك نقرأ القرآن الكريم والتفت الساق بالساق، دي في سكرات الموت، إلى ربك يومئذ المساق. إيه الإنسان بيتندم عليه؟ قال له فلا صدق. أول حاجة فلا صدق، كأن الصدقة هي العامل الأساسي اللي ربنا أعطى لها أجر ما أعطاه لكثير من الأعمال، ولذلك هي تحتاج إلى إيمان. طيب شاب وبنت وفتاة بيمنعوا أهلهم عن الخير، أم لا حول لها ولا قوة، معتادة تعمل حاجة، دخلت على بنتها وانت يا ماما بطليش، تقوم تبلغ أخوها، هو أمك دي ما بتبطلش، و و و دايما بيردوا ببنهم. ده الصدقة الشيء الوحيد اللي هي بتزيد للإنسان المال. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه؟ اللي عايز ربنا يكتله في المال اللي عنده ما يبخلش. ده احنا فاهمين القضية غلط. طب هو من حق ابني يمنعني أعمل خير أبدا، أو بنتي؟ أبدا، ليس من حق يمنعك، ده ليس من حق الابن، ده أنت ومالك لأبيه، ده الإنسان مملوك. ده احنا عندنا في القضية قضايا عامة، إن الأب لو قتل ابنه، ده دي في الدين عندنا لا يقتل. العلماء قالوا ليه لا يقتل الأب بالذات؟ قالوا لأن الأب سبب في وجود الابن، فلا يكون الابن سبب، الابن سبب في عدم الأب. إزاي يمنعه؟ يمنعه عن الخير؟ يمنعه عن فعل الخير؟ ده فعل الخير بيحتاج دايما. احنا يا مولانا لما بنلاقي أب قتل ابنه بنتهمه بأن هو مجرم، لازم نتهمه، ويبقى ياخد حقه وجزائه. ولكن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة في قلوب، أقصى عقوبة في القانون، جعل الرحمة في قلوب الآباء على الأبناء، دي سنن كونية في الكون. ما ولذلك أوصى الأبناء على الآباء، ما أوصى الآباء على الأبناء، ووصانا الإنسان بوالديه. لو عايز أتكلم مع حضرتك، إن زوجة عاشت مع جوزها سنين طويلة قوي، نعم 30 سنة، الحاجات الحلوة دي الواحد يعني بيسمعها بيقول الله أكبر. نعم. عاشت معاه 40 سنة. نعم. عاشت معاه 35 36 25. نعم. ولكنه رحل. نعم. وكانت لي زوجة خالصة ومخلصة وجدعة جدا. نعم. أنا خالصة لله ومخلصة له. نعم. وحشها جدا، عاشت أيام صعبة من غيره، تحملت مسؤولية من غيره. تقدر تعبر له اللي هي تعمل صدقة معانا؟ لو عايزين نربط اي موضوع نرجع لحضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي عايز يتعلم يرجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الوحي نزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيذهب الى غار حراء قبل ان ينزل عليه الوحي، كان بيتعبد فيه. سيدنا جبريل جه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء، قال له يا محمد اقرأ. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ما انا بقار. المرة الاولى والثانية والثالثة يقول فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالوا كلام خوف القلب وضمة أرهقت البدن. كلام سيدنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام خوف قلبه، حتى راح لزوجته إني خشيت على نفسي، قالوا كلام خوف القلب وضمة أتعبت البدن، لأنها من سيدنا جبريل، سيدنا جبريل ملك،
ملك شديد. طيب ايه العلاج؟ اين العلاج؟ ولذلك قالوا ضمة بضمة، فضمة تتعب وضمة تريح، وبعيدا عن احضان امك لن تستريح. الضمة الوحيدة اللي فيها اخلاص، الدمة الوحيدة اللي انت فيها المنتفع لان فيها اخلاص لله. سيدنا النبي، عشان ما نخرجش من الموضوع، ثواني بس والنبي نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تفعل الخير خير لك، وإن تمسكه شر لك. يا عباد الله، هذا بيت الله يناديكم لا ماء فيه، يأتيه الرواد لا يجدون ماء فيذهبون بدون صلاة. مسجد عاوز مية، ما فيش مي، ناس توضى وتصلي وديروا، والعيال اللي يقروا في النية عايزين مي، وان ما الذين وني واحد يجي يتوضى ويصلي ما يلقاش مي يروح. بص على منظر المسجد معايا، مسجد محتاج فرش، محتاج دورة مية، محتاج بير عشان الناس تتوضى منه يشربوا منه مية. مين هيقول النهاردة انا هعمل الناس دي بير واخد ثوابين، ثواب سقيا الماء وثواب كل من دخل الى المسجد ليصلي. اشهد ان لا اله الا الله. والله احنا هنا محتاجين ميه صراحه، عندنا المسجد ده مفيش بير جنبيه خالص، ولا في حمامات حتى نتوضى فيها، والناس عشان تيجي تتوضى هنا مفيش ميه خالص. وبيوجه اغلب الناس مع شيء يجي يقول لك معروف المسجد ده مفيش ميه، روح نشوف مسجد تاني. يقول الله تعالى: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. عايز اقول حاجه للساده المشاهدين، مش ده البير الوحيد اللي محتاجينه في مرسى مطروح، تبقى ابار كتير جدا، هما على ما قد ما بيقدروا جهدهم فبيصوروا حاجة، فنفضل احنا نعرضها علشان حضراتكم تساهموا معانا. سعر البير كام؟ دول اهالينا في مطروح، الشيء المية بالنسبة لهم حياة، سعر البير 30,000 جنيه. طيب سعر السهم كام؟ حد عايز يساهم؟ اللي عايز يساهم، باب الخير مفتوح، اللي عايز يساهم بخمسة ماشي، اللي عايز يساهم بعشرة ماشي. الله تبارك وتعالى ما أرسل رسوله إلا لجبر الخواطر، وزي اللي يمشي خطبة في جبر الخواطر ربنا هيجبره خاطرة، اللي يمشي في إلى النهاية الله تبارك وتعالى سيجبره إلى النهاية. طيب لو عايز أسألك سؤال، في فرق في الدنيا طبعا بنشوف ده ونعرفه بين اللي بيدي والمعطاء، نعم، وولادي الخير، نعم في فرق تاني ما بين واحد ما بديش خالص، نعم، يعني يمكن زكاة ماله وبيطلعها بالعافية، نعم. في الاخر الفرق ده بيبقى واضح، ده لازم يعني واضح زي ما على الدنيا واضح، لازم في الاخر يبقى واضح، لان اللي بيدي لمين؟ انت حينما تعطي للكريم، تعطي لمن اعطاك، تعطي لمن يعطيك بلا حساب ويعطيك حسنات بلا حدود. من يبخل فانما يبخل عن نفسه، ده القران اللي قال كده، قال: ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. في بيتنا مريض ودخنة لف على الدكاترة، وسيدنا النبي الذي لا ينطق بقى غير بالحق عن الهوى قال إن داووا مرضاكم بالصدقة. ينفع تعمل صدقة لأم مريضة، أو لابن يعمل لأم مريضة، أو لأب مريض، أو لأخت مريضة، أو لزوج مريض؟ ده هذا هو الأساس، الله، أن يتصدق الإنسان كي يرفع الله تبارك وتعالى عنه البلاء. اللي عايز رفع البلاء عليه بالصدقة. بستغرب جدا كلامنا والمشايخنا وديننا لما يجي يقولك أن الصدقة بترفع البلاء، وإحنا نفضل شغلين دماغنا إيش حسد، إيش عين، إيش مش عارف إيه. طب والحقيقة غايبة عننا ليه؟ ما إحنا لو عملنا خير ربنا هيرفع عننا كل البلاء ده. مددنا، تعالوا نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا.
داووا مرضاكم بالصدقة، فمن كان عنده مريض يريد أن يشفيه الله تعالى فليساهم معنا في حملة الآبار في مطروح. تجينا مية ما عندناش مية خالص، عندنا الجامع كما انتم تحقوا فيها لحذيها مية، ولا الخلق لقي وين تصلي تو توظف في البيوت وجو صلوا هن، واللي يجي من غير وضو ما يصليش يرد على البيت اخر. احنا محتاجين مية المسجد يعني ان شاء الله، ونتبرع يعني مية المسجد، ما فيش مية خالص المسجد، اللي يتوضى يعني ما لاش مية خالص المسجد. ومن كان عنده مرض عضال عجزت الأطباء عن دوائه فليتصدق وسيشفيه الله سبحانه وتعالى. أحيانا يعني ناس عاوزة تشرب مية، عاوزة تتوضع، عاوزة يعني فهي محتاجة يعني صراحة. تجمع كبير بالكل يعني، أنا مواجه تيجي المسجد هنا ما فيش مية خلاص، تيجي المسجد ما يلاش مية. إن شاء الله واللي يتبرع جزاه الله خيرا يعني إن شاء الله. على الطريق الدولي محتاجين هنا بير، وبير كبير عشان نقدر يعني يتوضى منه أهل المسجد ويشرب منه أهل المسجد، ويمكن يشرب منه أهل التجمع إن شاء الله لو عملنا بير كبير. يمكن اللي هيعمل بير هنا كل عابر السبيل هيكون موجود فيه وهيشرب منه، وزي ما حضراتكم شايفين جنبه مركز شباب وجنبه مدرسة، يعني هنا تقريبا كل حاجة متوفرة إلا منبع الحياة. الحقيقة احنا محتاجين الصدقة أكتر من متصدق عليه، محتاجينها للستر وللصحة وللتوفيق والراحة البال وراحة السر. يعني لو جينا لقينا شاب قضى عمره كله بره مصر، مغترب عايش في غربة ويفضل يجري في الدنيا كده جري، محتاج انه يرتاح ياخد نفسه، يعمل صدقة. لو حاسة ان ابنك مستواه بيتراجع، او بنتك يعني الدنيا مش كتير قوي، عرسان مش كتير قوي، او اللي بيجوا مش مناسبين وانت خايفة عليها، اعملي صدقة. المستوى يتراجع، ما تقوليش اتحسد، لا، قدمي خطوة لله سبحانه وتعالى. ما نقعدش نشغل نفسنا بكلام فاضي. انا ساعات واحده منكم بشوف ده على الفيسبوك بستغرب قوي، ايه ده؟ مش ديننا ابدا، واللي عمله ده خارجين عنه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الصدقه بتشيل 70 كرب و70 بلاء، بتمحيهم وبتدفعهم. مستنيين ايه تاني؟ في شاب يا مولانا مثلا يجي يقول لك انا مش لاقي شغل، كل ما اروح شغل اترفض ومش قادر ومش عارف ايه. في واحده تيجي تتخطب، كل ما تتخطب ربنا ما يوفقهاش. مش ده معناه ان احنا نعمل صدقه ونروح لباب ربنا؟ الصدقات هي الاساس. السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها لما النبي جالها مكروب قالت له والله لا يخزيك الله ابدا، اللي بيقول لا انا خايف على نفسي. انت خايف على مالك، انت خايف على اولادك، انت خايف على شركتك، انت عندك مشاكل، انت عندك هموم، انت عندك مشكله ما انتش عارف ايه اساسا المشكله دي. القضيه ان احنا عندنا مشاكل احنا مش عارفين هي ايه. صح. فالسيده خديجه قالت له والله لا يخزيك الله ابدا، انت عايز ربنا ما يخزيكش، انك لا تصل الرحم. فاول ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام جبر خاطر اهل انك لا تصل الرحم. علماءنا قالوا فيه رحم قريبه ورحم بعيده. الرحم القريب ابويا وام انا بوديهم، طب والرحم البعيده اللي احنا بنشوفها دي؟ الاعرابي لما راح لسيدنا عمر قال له يا عمر الخير جزيت الجنه بحق الرحم التي بيني وبينك، قال له انت من قريش؟ قال له لا، قال له اي رحم؟ قال انها رحم ادم. فبكى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وقال انها رحم مقطوعه والذي لا اله غيره لاكونن اول من وصله. طيب دلوقتي انا حد مش قادر يدفع السهم اللي في البير، عايز اعمل وصله ميه ويستنفع بيها اسره كامله. نعم. وينوبوا جزاءها، ربنا بقى يكرمه بزوجه صالحه، ربنا يكرمه بوظيفه مناسبه. ستدر عليه حسنات الى يوم القيامه، اللي يعمل سهم سيدر عليه حسنات الى يوم القيامه، اللي يعمل وصله ميه لانسان محتاج نقطه ميه. احنا عايزين نتكلم عن قضيه، احنا محتاجين كم وصله؟ احنا محتاجين مش اقل من 100 وصله ميه في بني سويف، لان احنا رحنا بني سويف. سعر الوصله كام؟ سعر وصله الميه، سعر وصله الميه 3000 جنيه. وصلات المياه بتبقى في الفيوم. لو عايزين نوصل وصلات مياه غير الابار، وصلات المياه دي بتبقى في الفيوم، بتبقى تكلفه وصله المياه 3000 مدعومه دعم شبه كلي من الدوله. طيب انا كمتبرع، نعم،
أنا خلصت النية لله الواحد الأحد. نعم. وقلت على بابك يا رب وأنا واقف، طلعت الصدقة بتاعتي، أكيد ربنا اداني جزاء. نعم. أنتوا بقى بتطمنوا المتبرع بتاعكم إزاي؟ إحنا بنطمن المتبرع إن الصدقة بتصل إلى صاحبها، وبنديله لوكيشن بالمكان اللي فيه الصدقة، حتى إحنا بنتصل به إن الصدقة بتاعتك في المكان، ولما يجي يعوز معانا يشوف الصدقة بتاعته ويشوف أهالي الناس وفرحة الناس، الفرح الحقيقي إن ربنا حتى بيذكروه بالخير بعد وفاة. يعني سعر البير 30,000، سعر البير 30,000، 5,000 جنيه. نعم. سعر وسط الميه 3,000 جنيه. بلاش نضل الطريق. نعم. ديننا واضح، بلاش نضل الطريق. الحال واقف شويه، يعمل صدق ربنا هيزيد المال. سيدنا النبي قال وتعهد وحلف لما نقص مال من صدقه. نعم. امي تعبانه اعمل صدقه، ابويا حزين مكروب في حاجه حاصله اعمل صدقه، ابني مش عاجبني اعمل صدقه، نفسي مراتي تجيب عيل اعمل صدقه. احنا ليه بنتهم حسد وبنتهم عكوسات وبنقول كلام فارغ؟ لا، حسد مذكور من القران، بس كمان الحل مذكور في القران. نورتني وشرفتني. ده شرف ليا يا استاذه، شرف ليا والله. كده اكون وصلت نهايه حلقتي النهارده اللي بتمنى تكون نالت اعجابكم. معرفش الحلقه الجايه اروح فين ولا هقابل مين، بس الاكيد هروح لناس شبهنا بيدوروا حوالين واقع وبيدور جواهم. استنوني كل يوم حد واربع في نفس الميعاد. كانت معكم نال طيب في امان الله.